بسم الله ولينا الروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته والدوم فينا وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. قراءات النهاردة كلها بتكلمنا عن فكرة الإيمان، عن فكرة الإيمان. فتلاقوا في البولس النهاردة يكلمنا من عبرانيين 11 عن أبطال الإيمان، ونلاقي في الكاثوليكون كمان النهاردة يكلمنا من رسالة يعقوب إزاي الإيمان ده يتطبق في حياتنا. أنا لو فرحان أعمل إيه؟ لو مصروب ربنا أعمل إيه؟ لو في تعب أعمل إيه؟ أطبق الإيمان ده إزاي؟ أستدعي خصوص الكنيسة؟ لو فرحان أصلي؟ وهكذا. والإنجيل بقى النهاردة يكلمنا عن عدو من أعداء الإيمان، وهو العدو الأول للإيمان، وهو الخوف. وهو الخوف يقول لنا لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة، ولا تخاف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. الحقيقة لو جينا نشوف كده الإيمان، يا ترى الإيمان ده بيحتاج مننا إيه؟ الإيمان بيحتاج مننا إيه؟ أول حاجة الإيمان ده يحتاج مننا ليها، وهو الفهم السليم. الإيمان ده يحتاج إن الواحد يكون فاهم الإيمان بشكل سليم. خلي بالنا أنا بقول فاهم الإيمان مش عارف الإيمان، لأن مش مجرد معرفة. المعرفة سهلة ونلاقيها موجودة في كتب وموجودة في الميديا كلها، لكن فهم الإيمان شيء آخر. يعني إيه فهم الإيمان شيء آخر؟ أنا فاهم الإيمان بمعنى أن أنا عايشه في حياتي، أن أنا بطبقه في حياتي، زي ما قال لنا كاثوليكون النهاردة، أما سرور أحد فليرتل فرحك شكله إيه؟ ده تطبيق الإيمان. إيه الحاجة اللي بتفرحك؟ أما مريض أحد بينكم فليدعي خصوص الكنيسة، يجي الكنيسة ويصلي ويقول له أنا دهني بالزيت، وهكذا. حاسس ان هو في حاجه تعباه بيجي يقدم توبه واعتراف، ده مفهوم الايمان، بيطبق الايمان ده في حياته، عايش بيه، عايش بيه. الطقس في الكنيسه عندنا ممكن يتغير، حتى على مدار العصور ممكن نلاقي ان الطقس ممكن يتغير. يعني مثلا لو في طفل موجود وصحيا في خوف على حياته، فتلاقي الكنيسه تقول مش مهم يجي الكنيسه وينزل جورنا مع المعموديه، لا نبلغ ابونا بسرعه يروح يعمده، دي معمودية طوارئ. فتلاقي أبونا ياخد مية معمودية وياخد زيت ميرون ويروح للطفل في المستشفى، في الحضانة، في أي مكان، ويصلي أجزاء من صلوات المعمودية ويمسحه بمية المعمودية ويدهنه بزيت الميرون. طب مش هينفع نيجي نغطسه ثلاث غطسات؟ نقول لا ما ينفعش، صحيا مش هينفع. طب ما الطقس كده، بس إيماننا المعمودية في وجود الكنيسة، والكنيسة هي مين؟ هو أبونا اللي بيتحرك، هو أبونا اللي بيقيم الأسرار. طب إذا الولد بقى كويس لما يخرج بقى من المستشفى نعمده؟ نقول لك لا، ده اتعمد خلاص، ده إيمان الكنيسة إن هذا الإنسان اتعمد. قصة مشهورة في التاريخ، الأم اللي جرحت نفسها ومسحت بدمها ابنها لأن كانت في وسط البحر وكانوا هيموتوا، لما جاء أحد الآباء يعمده لقى مية المعمودية بتتحجر، قال له خلاص ده اتعمد. شوفوا قد إيه. الفهم بتاع الإيمان هو التطبيق العملي اللي أنا بعيشه. أنا بعيش الإيمان إزاي؟ أنا بعيش الإيمان إزاي؟ نلاقي مثلا سر الزيجة، ده سر مقدس. يتم إزاي السر ده؟ يتم في وجود أبونا الذي يقيم الأسرار. ويتم إزاي؟ يتم جوه الكنيسة، لازم يجوا ويصلوا الإكليل في الكنيسة قدام المذبح، ويستلم العروسة بتاعته قدام المذبح، ويبدأ الكنيسة الجديدة بتاعته قدام المذبح. طب تحصل ظروف زي ما حصل وقت كورونا وغيره، والدنيا اتقفلت، الكنيسة قالت لا ممكن نسمح ان ابونا يروح في اي مكان في العروسين ويصلي، ما هو ابونا هو الكنيسة المتنقلة الذي يقيم الأسرار. بس دي فترة مؤقتة. ليه؟ عشان في ظروف استثنائية موجود. هل ده يؤثر على الإيمان؟ لا، طقس ممكن يتغير هنا، ولكن الإيمان ثابت لا يمكن أن يتغير. العقيدة التي أؤمن بها لا يمكن أن تتغير. ما ينفعش تيجي الكنيسة أو أي واحد يقول لي يا أبونا مش لازم يعني غطستين ثلاثة رشوا كده بشوية مية، أو مش لازم باسم الآب والابن والروح القدس، قول باسم الله يتقدس وخلاص. يقول لك لا، ده إيمان ثابت، نؤمن بالثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. فالحقيقة لو أنا فاهم هعرف أعيش الإيمان صح. وتاني أقول فاهم مش
عارف فاهم يعني بعيش الإيمان ده بطبقه. طب الإيمان ده أفهمه إزاي؟ أعيشه إزاي؟ يعلمونا كده القديسين هي إن لو أنت في حاجة مش عارفها مش فاهمها أطلب وصلي وابدأ حاول إن أنت تطبق. دايما ساعات نلاقي فيه وصايا نقول له يا أبونا صعب قوي، إزاي أحتمل اللي حواليا ده؟ إزاي أقدم الميل التاني؟ وإزاي أحول خدي التاني زي ما الإنجيل بيقول لي؟ وإزاي أحب أعدائكم؟ وإزاي وإزاي؟ نيجي كده للموعظة على الجبل نقول له يا رب ده فيها موانع كتيرة قوي مش قادر أجيبها دي. أقول لك بالإيمان نفهم، تعالى نبدأ نجرب، نبدأ نحاول نطبق، نبدأ نحاول نطبق. يقول لك طب صلي واطلب من ربنا، هتقول لي هو ده كفايه؟ اقول لك اه طبعا، اشتغل وابدا وصلي وقول له يا رب اديني. كل الاباء عملوا كده. صلاه عبيس المشهوره قال له ايه؟ ليتك تباركني وتوسع تخوم، يعني انا مش قادر. ممكن يا رب توسع قلبي شويه، انا مش عارف احتمل اللي حواليا ده. ممكن انت يا رب تساعدني ان اوسع قلبي. بكره 17 هطور تذكره القديس يوحنا ذهبي الفم. القديس العظيم ده الحقيقه ليه تفاسير كثيره قوي في الكتاب المقدس. يقولوا كان يحب قوي رسائل معلمنا بولس الرسول، في بعض الرسائل كان يقراها يوميا. يقولوا عنه لما كان يجي يقرا بعض الحاجات ومش عارفها يصلي، فربنا يبعت له بولس الرسول بنفسه يشرح له الايه فيها ايه، اللي عاوز هياخد. عشان كده الايمان يحتاج الى فهم سليم، يحتاج الى فهم سليم. طب افهم ازاي؟ ممكن كل واحد يقرا يفهم على مزاجه، فالكنيسة تقول لك لا في مرجع موجود. مرجع هو ايه؟ هو الكنيسة عايشة الكلام ده من زمان ازاي؟ الكنيسة عايشة الكلام ده من زمان ازاي؟ زي ما القديس أغسطينوس كده قال، قال لك لا أفهم الإنجيل إلا مشروحة من الآباء معاشا في القديسين. تفهم الإنجيل ازاي؟ قال الآباء زمان شرحوه، قالوا آباء في القرون الأولى أقرب ناس للمسيح عاشوا الكلام ده وطبقوه في حياتهم. معاشا في القديسين يعني متطبق في حياتهم، شايفين قديسين عاشوا بالكلام ده وطلعوا قديسين. فافهم ازاي؟ قال لك مشروحه من الاباء معاشا من القديسين. وكلمه الاباء دي معناها ايه؟ معناها الاباء الجامعه او الكنيسه موافقه على تعليمهم. بالايمان نفهم. الايمان يحتاج الى فهم سليم. نمره 2، الايمان يحتاج الى تسليم كامل. تسليم كامل. تسليم يعني ايه؟ يعني ثقة ان ربنا اللي قال كده يقدر. شوفوا احنا دلوقتي في فترة صوم الميلاد، وتلاقوا كده الكنيسة ترتب لنا القراءات كل اسبوع بتسلسل كده زي ما احنا بنرتب قراءات ايه؟ الصوم الكبير. تقول لك اول اسبوع تكلمنا فيه الكنيسة عن البشارة بميلاد يوحنا المعمدان ليهيئ طريق قدام المسيح في يوم الحد. وتلاقوا كيس الحد اللي بعديه تكلمنا عن البشارة بميلاد المسيح للعذراء، وبعديها تكلمنا عن زيارة العذراء لأليصابات، وبعديها تكلمنا عن ميلاد يوحنا المعمدان. نكون خلاص بقى وصلنا لميلاد المسيح، نحتفل بعيد الميلاد. ليه التسلسل ده؟ الحقيقة عشان تقول لك شوف قوة الإيمان. تلاقوا الأحد دي كلها مبنية على إيه؟ البشارة اللي قالها الملاك للعذراء، لأنه لا شيء ليس ممكن لدى الله، مفيش حاجة صعبة على ربنا. الإيمان عاوز كده. إيمان عاوز كده. يقولها معلمنا بولس الرسول في رسالة العبراني، يقول لك أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. إحنا عندنا إيمان بالسماء والأبدية مع إن إحنا مش شايفين السماء والأبدية. لكن عندنا هذا الإيمان. عندنا هذا الإيمان. يقول معلمنا بولس الذي وإن لم ترونه تحبونه. يعني انت مش شايف المسيح بالعيان بالجسد ولكن بتحبه. عشان كده انجيل النهارده يقول لك خلي بالك، الخوف ده وان عدو خطير للايمان، يكسر الثوابت اللي انت عايش بيها فيطلعك بره حيز التطبيق، ما تطبقش حاجه في حياتك، تبقى عارف الايمان كده مجرد معرفه، حافظ شويه ايات لكن مش بتحاول تعيشها في حياتك. الإيمان يحتاج إلى تسليم، فتلاقي الواحد عنده ثقة في أن كل الأشياء تعمل معا للخير مهما يحصل في العالم كله يضطرب، لكن تلاقي الإنسان اللي عنده إيمان ما يفرقش معاه أي حاجة أبدا.
لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. ما يلاقش، فليه ما يلاقش؟ لأنه عنده ثقة. الذي يعطي الطعام لكل جسد حي، يعطي الفراخ قوتا، هيقف معانا؟ مش ممكن. لا، عشان كده القديسين عاشوا بهذا الشكل، زي ابونا يوستس الانطوني، فاكرين القصه المشهوره لما جه يركب الاوتوبيس ومعهوش فلوس، فواحد طلب منه فاداله اللي تجيبه. طب ما هو بالعقل ما تركبش القصه يعني. لا، ده تسليم فوق العقل، فوق العقل. عشان كده الانجيل يقول لك الذي يعطي اكثر مما نطلب او نفتكر، اعلى مما نطلب، اعلى مما نطلب. الايمان يحتاج الى تسليم، الايمان يحتاج الى تسليم. معناه ان اخلي بالي قوي ان ربنا دايما يكون لي الاولويه، ما اديش دايما الاولويه للناس اللي حواليا عن ربنا. اوقات بنعمل كده، اوقات بنثق في الدنيا اللي حوالينا اكتر من ربنا، نثق في الدنيا اللي حوالينا اكتر من ربنا. عشان كده الانجيل يقول لك النهارده لا تخف ايها القطيع الصغير، اباكم سر ان يعطيكم ملكوت. حط ثقتك في ربنا اكتر من اي حد، حط ثقتك في ربنا اكتر من اي حد. يبقى الايمان يحتاج الى فهم سليم، الايمان يحتاج الى تسليم كامل. اخر حاجه او ثالث حاجه، الايمان يحتاج الى خضوع. خضوع يعني ايه؟ يعني قبول، اقبل حتى لو مش فاهم قوي، حتى لو مش فاهم قوي. عشان كده الانجيل يقول لك بالايمان نفهم. هل معنى ان في امر انا مش فاهمه، هل ده معناه ان الامر ده غلط؟ لا، مش شرط. مين فينا فاهم الموبايل بيشتغل ازاي؟ احنا كلنا نعرفه عنه شويه زراير، لكن نعرف تكنيكلي بيشتغل ازاي، يعني الدنيا بتمشي فيه ازاي، ما نعرفش. لكن نؤمن ان هو بيشتغل، نقول له صوت ويطلع صوت ويطلع صوره وكل حاجه. فما هو غير مفهوم مش معناه ان هو غير صحيح، مش معناه ان هو غير صحيح. عشان كده الايمان يحتاج الى خضوع. زي مره يحكوا كده عن واحد قاعد يفكر في قصه بتوليه العذراء، فقعد يفكر يقول يا رب بتول ازاي يعني؟ ما هي دي حاجه يعني فوق العقل يعني. طب بتول قبل الميلاد ماشي، بعد الميلاد ماشي، لكن ازاي تكون بتول على طول يعني؟ فيقولوا كده ان ربنا كشف له كده زي منظر يعني، ملاك كده او حد واقف بيخبط صخره قدامه بعصايه ثلاث مرات، يقول بتول قبل الميلاد، بتول اثناء الميلاد، وبتول بعد الميلاد. عايز يبعت له المعنى، يقول له مفيش حاجه صعبه، ليس شيء غير ممكن لدى الله. مفيش حاجه صعبه على ربنا، بس محتاج ان انت تقبلها. عشان كده تلاقوا كل مرداتنا في القداس وفي صلواتنا بشكل عام يتمثل ما بين كلمتين، يا رب ارحم، ونؤمن، او نؤمن ونصدق، نؤمن ونصدق، او يا رب ارحم، ارحم ضعفنا وارحم جهلنا، ان احنا لسه مخنا ده محدود وصغير وعلى قده، مش قادر يدرك عظمه الكنيسه وعظمه اسرار الكنيسه وعظمه هذا السر العظيم الذي للتقوى، زي ما بنصلي ونقول في القداس. الايمان يحتاج مننا الى فهم، وفهم يعني نطبقه في حياتنا، نعيشه. الايه اللي نقراها او نسمعها وتاثر فينا كده ما تسيبهاش، امسكها وابدا حاول طبقها في حياتك، وابدا قول يا رب اعطيني، اديني اعرف اطبق الايه دي واعيش بيها، لان العمر قصير. الايمان يحتاج الى تسليم كامل، يبقى عندي ثقه، مفيش حاجه صعبه ابدا على ربنا، ليس شيء غير ممكن لدى الله. الايمان يحتاج الى خضوع، قول يا رب حتى لو مش فاهم فهمني فاتعلم. لالهنا كل مجد وكرم من الان والى الابد.